اللوجستيك. نلاحظوا ان هذه الحمله هذه تحسيسيه وصلت مدينه بيغرا بعد ان يعني مرت بالقافله بمناطق اخرى. الحمله انطلقت هذه جوج الاسابيع وغادي تستمر ان شاء الله ثلاثه اسابيع اخرى، ايمانا منا كمهنيين بان المشكل ديال الكوفيد هو مشكل باقي معنا لمده طويله، وبالتالي من بعد ما تجاوزنا واحد الفتره نتاع 3 شهور ل 4 شهور باقل خسائر لا في الوفيات ولا في الاصابات، اليوم تبين بان الفيروس خدا مجرى اخر وخدا خطر اخر، وبالتالي كاع المجهودات اللي درنا قلنا بها داخل الضيعات وداخل محطه التلفيف واللي سمحت لنا في المنطقه ديال شتوكايت بها انه نتفاداو الامر، فهاد التجربه ديالنا اليوم بنا نخرجوها لخارج الضيعات وخارج محطه التلفيف، لانه بان الخطر جاي من برا اكثر ما هو جاي من الداخل. اليوم بقى حنايا مازالين في واحد الحمله تحسيسيه اللي قايمه بها فعاليات القطاع الفلاحي على مساواه بين سكان ايت ملول وشتوكا ايت بها. هذه الحمله اللي كتستهدف مجموعه كتستهدف القطاع الفلاحي، الفائدات اصحاب الضيعات والعمال ووحدات التلفيف. الحمد لله الحمله اليوم مازال زات مستمره، الحمد لله لقينا واحد التجاوب كبير من طرف العمال ومن طرف اصحاب الضيعات. هذه الحمله انطلقت داخل الابساط لتحسيس العاملين والعاملات، تحسيس ارباب العمل، تحسيس ارباب النقل، تحسيس الناس اللي كيعملوا كذلك في محطه ديال التلفيف. واليوم كل هذه الحملات راه متواصله، واليوم ارتئينا ان غادي ندير واحد الحمله كذلك داخل الاوساط ديال السكنه ديال العاملين والعاملات، وغادي ننطلقوا من هنايا وغادي نفرقوا هذا العدد ديال السيارات اللي هي مجهزه بالوسائل السمعيه البصريه اللي تابعه للمكتب الوطني للاستشاره الفلاحيه، واللي غادي نجوبوا واحد العدد ديال الاحياء، واحد العدد ديال الاسواق، واحد العدد ديال المحلات السكنه ديال العاملين، على اساس انه نوصلوا هذه الرساله، نواصلوا يعني هذه الرساله ديالنا. واللي اهم حاجه عندنا وهو انه بغينا نحافظوا على مناصب الشغل اللي عندنا، ونحافظوا على استمراريه العمل ديال وحده الانتاج وكذا وحده التلفيف. واللي مهم كذلك انه هاد العاملين وهاد العاملات الا اقتنعوا ونخرطوا في هذه الحمله هذه غيكونوا هما كذلك هما غادي يلعبوا واحد الدور تخصيصي. بيغرا لقلب عند فلاحت، يعني عدد ميت داخل محت فلاحت ميتنا كله، لا بدا داخل ديال اماس الدميس ديال حدا وجا يخدم اماس الفرن.